في ميانمار توافد العشرات من مندوبي حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية الذي تقوده المعارضة أونغ سان سوكي على العاصمة نابيدو لحضور أول مؤتمر للحزب الذي يسعى إلى إعادة التعريف بنفسه بعد حوالي 20 عاماً منع خلالها من النشاط تحت حكم النظام العسكري الشمولي السابق. أحد المشاركين في المؤتمر قال إنه يأمل في أن يخرج الحزب من هذا المؤتمر أكثر قوة وديمقراطية، فيما يقول هذا المحلل السياسي بأن عددا من قادة الحزب وجهوا انتقادات صريحة لأونغ سان سوكي لأن كل القرارات في الحزب ترتبط بموقفها، وإذا ما واصل الحزب العمل بهذا النهج فإنه سيصبح بدوره حزبا شموليا. سان سوكي كانت أعرب العام الماضي عن نيتها الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية، كما من المنتظر أن يتمكن حزبها من دخول الحكومة للمرة الأولى في تاريخه في الانتخابات التشريعية في 2015.